دنيا انشانتي ردود افعالك قفلتني مدهونة سويت لك ايه والحظ تملي مثبتني قولي لي اعمل لك ايه او حتى الدنيا اي شرار ربت ارقص بالي واولع السمكة طيار انا ليه مش عارف ازلك وسط البشرين يا دول ولا حد عاوز يسمح لك اني تعيش لك يوم معدول عايشين في دنيا صعبة دايما تدينا في مقالك واللي مش فاهم اللعب عمره ما يطلع بالك لعبت حالتي النفسية صفر وصفرين في المية خلاص انا جبت جاز فكوني من الليلة دي دايما عايش مخنوق امتى تحلو واروق دايما عايش مخنوق امتى تحلو واروق ده العمر بيجري وفاتني طب امتى يا دنيا حفوق الناس اللي عليها انا شوفني دايما مهيس كتيرها لما البشر خلاني اعيدهم تيس طب نصفك وانت تبقى كويس كله عايش فيها ومش عايزين يوم كويس الناس اللي عليها انا شوفني دايما مهيس كتيرها لما البشر خلاني اعيدهم تيس طب نصفك وانت تبقى كويس ربنا وراضي ولا ظهرك ترمي الهم ودعت خلاص الماضي روقك يا بحمد ربنا انا راضي سلم العد والماي من خد وبوسه يا كبير فكك لو قالك ماي باي باي زمن التقدير سلم العد والماي من خد وبوسه يا كبير فكك لو قالك هاي باي باي زمن التقدير باي باي زمن التقدير باي باي زمن التقدير باي باي زمن التقدير هذا الطعام ولا يوجد الصنف الذي أريده. مسيو، حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ فعلاً، أنا بدور على صنف من الطعام يشبهك كثيراً، ولكنه حلو المذاق. شبه أنا؟ أجل. إيه؟ الخفاش، ولكن أنت ليس لك أجنحة. خفاش إيه؟ أريد أن أكل خفاشاً. خفاش إيه؟ كلام يقولوا ده؟ إيه؟ عايزيني على الغداء قال؟ يا عم أنت هتتلكك. بعدين أنت ليك نفس تاكل يعني بعد اللي حصل لنا ده؟ يا عم عايزين نرم بعد العلقة دي. آه يابا. ايه ده؟ هو احنا عندنا جست صيني في الاوتيل ولا ايه؟ من يومين يا عم انت ايه نايم ولا ايه؟ انا اذا ما بقتش اعرف اي حاجه في الاوتيل ده. مستر غلاب أهلاً. افتقدتك كثيرا. اهلا مستر شانك. اهلا. ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مستر شانك من يوهان مستثمر جاي فلوس جامده قوي هيستثمر في مصر. اهلا وسهلا. اهلا بك سيدي. وحضرتك بقى قاعد معانا في الاوتيل قد ايه؟ ساخذ اسبوعا ومن الممكن ان امد اسبوعين. على الرحب والسعة مستر شانك. ثانك يو. اهلا بك. والان اترككم كي اكل. في ايه؟ يا عم انا بني ادم والله مش خفاش. ده مجنون. الان. ده بياكلني. يا ام. بقول لك ايه؟ الراجل ده تمشيني مش عايز اقعد في الاوتيل. امشيه يا عم ده ما فيش غير اتنين في الاوتيل وهو واحد منهم. يا نهار اسود. ايه ده؟ صباح الخير.
خير. اهلا في ريزرفيشن باسم مديحه. حضرتك كلمتيني الصبح. بالظبط كده. كل حاجه جاهزه يا فندم، منورانا الست الكل. ميرسي، ربنا يخليك. تمام يا فندم، وانا باين عند حضرتك بعت ايميل بالاي دي. بالظبط كده. كله تمام يا فندم زي الفل. ميرسي قوي. قمه سعيده ان شاء الله. ميرسي قوي قوي. تمام يا فندم، احنا كده ان شاء الله عندنا فطار من 6 ل 7. نعم. عذرا يا فندم، 6 ل 10. اه. ليه هو حضرتك مش عايزنا نفطر فبتقول لنا معاد غلط مثلا؟ مش عارف. لا والله خالص يا فندم، دي زلة لسان. ومع ذلك يا فندم انت والهانم الفطار من 6 المفتوح. ثانك يو. ثانك يو ايه يا مامي؟ يعني ايه ثانك يو؟ هو ايه من 6 المفتوح؟ هو اللي فيها في مشاكل يعني الاكل بايظ مثلا، مسمم عايزين تموتونا، عايزين تسمونا، ايه الميعاد الغريب ده؟ لا مسمم ايه يا فندم خالص، ده انا باكل منه. انت بتاكل من الاكل بتاع الكلاينتس؟ نو نوت ذا كلاينتس، كلاينتس ايت باي ذيم سيلفز اند اي ايت الون. اوكي؟ ومع ذلك يا فندم ما تضايقيش ولا تتوتري ولا في اي حاجه يا فندم، اتفضلي حضرتك الغرفه معانا اهي 1013. اوكي ميرسي قوي. يلا بينا. يلا بينا ايه يا مامي؟ ميرسي على ايه؟ ليه 1013؟ يعني انا ما بحبش اسهر رقم 13، فيعني يا ريت لو تغيرنا الاوضه دي يا فندم. دي غرفه حلوه جدا، نظيفه، جاهزه، بتبص على البحر وفي اخر الكوريدور عشان خاطر يبقى فيه خصوصيه. اخر الكوريدور ليه؟ ها؟ ليه حضرتك في اوضه في اخر الكوريدور؟ يعني اوضه متطرفه، يعني انتوا عندكم حراميه في الاوتيل هيجوا يسرقوا حاجاتنا ويموتونا؟ يا فندم يقتلك ويسرقك ايه؟ احنا اوتيل محترم يا فندم، ومع ذلك ما تضايقيش نفسك، انا ممكن احط حضراتكم في غرفه في اول الكوريدور. طبعا، عشان بقى يبقى اللي طالع واللي نازل بقى جنب السلم بقى يبقى دوشه، ويقعدوا العيال يخبطوا ويصحونا بدري من النوم، صح؟ يا فندم تصحي بدري قوي ايه وعيال صغيرات ايه يا فندم؟ مفيش اقول حاجه لحضرتك، ادي حضرتك غرفه في نص الكوريدور. هو ليه اصلا الكوريدور ده؟ ليه الدور ده؟ هي الاوضه دي فيها مشاكل؟ سباكه ولا نجاره؟ حداده. بجد؟ لا يا فندم بهرج مع حضرتك. يبقى التكييف بايظ. والله ما بايظ. يبقى التلفزيون عطلان. مجربه بنفسي. يبقى التلاجة بس ما بتسقعش المية. شارب منها الصبح. ايه؟ انت بتخش الاوض بتاعت الكلاينتس تجرب الاوضة قدام فيها مثلا؟ لا والله العظيم يا بنات على السلامة يا فندم، انا لازم بس اطمن ان الغرفة كلها كويسة وشغالة يا فندم حضرتك والله، ومع ذلك ما تضايقيش نفسك حضرتك، يعني انا مش عايزك بس اتجاهي ليه؟ عشان تهدي اعصابك. ليه شايف نادين بتنطط قدامك يعني مثلا؟ انا بعتذر، انا بعتذر ما اقصدش كده خالص، انا غلطان، انا 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 قليل الادب يا فندم، معلش يا فندم، انا هدي لحضرتك غرفة تانية انت حضرتك تنبسط فيها انت والهانم، بس ادوني بس 15 مينتس عشان خاطر انضفها، حلو كده؟ لا لا 15 مينتس ايه؟ احنا هناخدها خلاص، احنا لازم نستريح، جايين من السفر تعبانين، يلا يلا حبيبتي عشان خاطر. مفيش اي مشكله يا فندم، اقامه سعيده، واهم حاجه ننبسط، والزبون دايما على ايه؟ على حق. انت قصدك ان انا غلطانه يعني؟ يا فندم لا انا بعتذر. انت بتثبتني بقى. انا هسكت خالص. انت شايف انك اكبر من انك ترد عليا. لا يا فندم انا اصغر. يعني تاخدني على قد عقلي. يا فندم ابعت لي بقى المانجر يرد عليا، انا عايز حد اكبر منك يرد عليا. ما 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 تعمليش، انت ليه بتعمل كده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الطريقه دي؟ كفايه كفايه فتحاني في كل مكان، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلوا يا هوانم، اتفضلوا. يا سلام يا سلام، يا رب يكون معاكم فكه. ما شاء الله التكس باين على وشوشكم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، احنا في عيد والله يا فندم، في عيد. انت بتزعق ليه؟ اي خدمه تانية؟ افتح التكييف كده شوف شغال ولا لا. شغال يا فندم. افتح التكييف وشوف شغال ولا لا. حاضر يا فندم. شغال يا فندم شغال. شغال كويس. مش لازم اللي انت بتحمله ده. قلب بقى كده شوف القنوات التانية شغالة ولا هو معلق على القناة دي وهنبقى ستاك طول الليل. بيجيب قنوات كتير يا فندم، كل القنوات. طب قلب قلب. حاضر. برافو. افتح بقى التلاجة وشوف بتسقع كويس ولا لا. مش تخصصي يا فندم، انا تخصصي تكييفات وتلفزيونات بس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ The client is always right. You do whatever I want you to do. You understand؟ اتفضل افتح التلاجة. عشان خاطر الكلمتين دول انا هفتحها. ميرسي جدا لذوق حضرتك. شكرا. بس انت ما تحطش ليك. حاضر يا فندم. انا اللي احط، انا ما انا اللي هشرب من الحاجات دي، انت كده هتلوثها بصوابعك. حاضر يا فندم انا اسف. ايوه ساعة خلاص اقفل. انا اسف. برافو برافو. انا اسف. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مامي ام تشيكينج. بصي في تراب كتير، حط صباعك كده، حط ايدك كده من تحت كده، انده بقى الهاوس كيبنج يجوا ينضفوا عدل. نضيفة يا فندم. لا مش نضيفة، روح بقى هات الروم سيرفيس عشان يجوا ينضفوا كويس. حاضر. مامي اتأكدي بنفسك اذا كان الباب بيقفل كويس، القفل بتاعه بشغال، علشان احنا لما نيجي ننام مش عايزة حد يخش علينا واحنا نايمين. لا بيتربس كويس قوي. اتأكدي بنفسك؟ بيفتح ويقفل. طيب خلاص اوكي. جرى ايه يا انسة؟ انت جاي تتفسحي يومين ولا تحققي جريمة قتل؟ انت اصلا ايه اللي موقفك هنا لغاية دلوقتي؟ لا انا واقف يعني يمكن تدوني حاجة او هم محتاجين مني حاجة.
او اخد منكم اي حاجه. معلش احنا اسفين، ما تزعلش منين، حقك علينا. حق علينا ايه؟ انت ايه اللي موقفك هنا؟ انت واقف تتصنت علينا؟ مين بقى بعتك تتصنت علينا؟ وليه بتتصنت علينا اصلا؟ عشان توصل معلومات لمين؟ اتصنت على مين بس يا فندم؟ مش اخلاقي. وبعدين انا واقف جنبكم. خلاص احنا اسفين، معلش ما تزعلش منين. شايفه يا طنط؟ طنط مش اطلع بره، يلا. استغفر الله العظيم، الواد الغريب ده، حرام عليك. نسمع يا حبيبتي، مش الدكتور قال لنا نيجي هنا عشان نروق اعصابك وتهدي شويه؟ ما ينفعش اللي بتعمليه وتبتدي الاجازه بالمنظر ده. مامي في ايه؟ مش لاقيه الموبايل. اسكت. ما انا ساكت اهو. اسكت، انا حلمت لك حلم امبارح. يا رب يبقى من نصيبك. يلا روح. خير، اللهم اجعله خير. عليه حنتك لابس ابيض فابيض وراكب حصان ابيض فابيض متجوز عروسه ابيض فابيض واخد مراسك 30 مليون في شنطه بيضة، وانا خدت عمولتي كنت لابس ابيض فابيض برضه. لا انت واضح انك كلت بيض امبارح، بس سبت السفر وكلت البياض كله. يا عم هو في عروسه ولا في حد غيرني انا وانت في الاوتيل؟ انت صاحب الاوتيل؟ نعم. انت صاحب الاوتيل؟ ايوه. البالمان بتاعك سرق الموبايل بتاعي؟ لا يمكن، مستحيل. هو ايه ده اللي مستحيل؟ ما كانش في حد غيره في الاوضه. يا هانم ما عندناش حد حرامي هنا. ما دام بتدافع عنه كده بقى يبقى انت شريكه في السرقه. لا لا لا، ده كتير كده. ايه يا عم ده؟ هدي اعصابك من نظير، الاوتيل هنا امان جدا وكل العمال محترمين. وتطلع مين حضرتك؟ رئيس العصابه؟ لا عصابه ايه؟ ما عندناش عصابه، ده احنا طيبين وهبل. حضرتك انا غلاب عبد الوهاب المحامي. شفت؟ ما دام جبت محامي يبقى عارف ان انت عندك حراميه في الاوتيل وعارف ان انا هبلغ عنك. لا بقى، ده انت غريبه جدا. اهدى شويه، ما فيش غيرها في الاوتيل، انت لسه قايل. انت مش سامع بتقول ايه؟ خلاص. بيتكلم من مصر وبيقول ان انت نسيتي الموبايل في البيت. يا سلام، يعني كل ده طلع على ما فيش اهو. انت متاكده ان وليد هو اللي اتصل بيكي بنفسه؟ انا مسيفه نمرته على الموبايل، يعني مش ممكن يكون حرامي سرق الموبايل بتاعه وكلمك وانت افتكرتيه وليد؟ يا سلام، انا هتوه عن صوت اخوكي. يا هوانم، حصل خير. شرفتي وانستي. انا اسمي اهلا وسهلا. عرفت منين ان اسمي نسمة؟ ما هي مامتك لسه قايله لي. تعرفت منين اصلا انها مامتي؟ هيكون ليه يعني؟ عشان شعركم زي بعض. يلا بينا. بص، هو في الحالات دي يعني مش عارف، يعني ممكن يكون كابوس مش حلو. عجبك الكتاب اللي جبته لك يا حبيبتي؟ قصدك الكتاب ده؟ الزواج مفتاح السعادة؟ ايه يا ماما؟ ده خيال علمي يا حبيبتي، ده اسمه حتى يشرح القلب. وانت جبتي الكتاب ده بفلوسك؟ ولا لطشتيه من واحدة صاحبتك؟ عيب يا نسمة، لطشته ايه؟ ده حتى بخمسين جنيه ما يستاهلش يعني يتلطش. طب ردي عليا بصراحة، انت جبتي لي الكتاب ده عشان اتجوز؟ وماله يا حبيبتي، وفي أحلى من الجواز؟ وأي أم في الدنيا بتبقى عايز تفرح ببنتها؟ تفرح ببنتها ولا تخلص من بنتها؟ أخلص منك ليه؟ عشان لما وليد يتجوز يقعد معاكي في الشقة هو ومراته وياخدوا أوضتي. مراته ايه؟ أخوكي لا خاطب ولا مصاحب أصلا. تهيألك وليد متجوز يا مامي، وأكيد مخبي علينا. او اصلا هو متجوز وقايل لك، وانت بقى اللي مخبيه عليا. اوه يا ربي بقى. مبروك يا سيدي، يظهر الحلم اللي شفته لك هيتحقق. قصدك الكابوس بتاع البيض؟ يا فارس، ما انت عارف انا ما بحبش السفر. بعدين يا اخي ممكن تكون مضطربه نفسيا يعني عشان لسه ما اتجوزتش، لكن دي بعد الجواز رهوان، ما هتبطل تشك في اي حد. ايوه رهوان في الخناقات معايا. يا سيدي ما محبة إلا بعد عداوة. لا يا عم، أنا مستحيل أكلمها في أي حاجة دي. يعني لو مش عايز تكلمها أنت بقى، سيبني بقى أنا أكلم مامتها. ده أنت بتتلكك بقى. الله عشان خاطرك يا فارس. يا حنين. مادمازيل. استنى. إيه في إيه؟ المانجا دي انت اللي عصرها بنفسك؟ عصرها بنفسي؟ لا بالعصارة. رد على قد السؤال، ايه الطريقة دي؟ يعني ايه عصرها بنفسي؟ ما هي بتجيلنا معصورة كده. وطبعا بقى فيها مانجا بايظ. لا والله العظيم انا باكل البايظ كله ما بعصرش. الشيف اللي عصرها بايده قعد يفعص فيها كده. اكيد واكيد ايده ما كانتش نظيفة، لانه اكيد كان بيقطع بقى فراخ قبلها مثلا، فبقى زي الزفارة بقى مانجا وفراخ. لا اله الا الله. يا فندم طالما حضرتك خايفه من المانجا يعني طلبتيها ليه؟ انا حره اطلب اللي انا عايزاه ويجي لي بكل مواصفاته القياسيه. قياسيه؟ الصحيحه. صحيحه. حضرتك طالبه مانجا من النرويج؟ يا فندم ما انت بسيكوزي موا. ثانيه واحده، انت رايح فين؟ في ايه؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. اتفضلي. ليه الكوبايه مش مليانه على الاخر؟ عشان ما تتدلقش مني وانا ماشي.
دلقش من شربت من المانجا وانت جاي؟ لا انا مش شربتش من المانجا. انت كذاب. انا مش كذاب. بقك كان مليان مانجا. ما حصلش. افتح بقك وريني لسانك. وريني لسانك بقول لك. مش هوريك لسانك. وريني لسانك. انت كذاب. انت شربت من المانجا دي وانت جاي. وانا اشرب منها ليه يعني؟ انا مش فاهم. انا عدوي انا 100 مره قلت الزبون على ايه؟ على ايه؟ على حق. شكرا. العفو يا فندم. كلم الهانم باسلوب احسن من كده. حاضر. الهانم زعلانه ليه؟ عماله تقول لي جسد الجريمه. عماله تقول لي يعني حضرتها بتعمل. انت شربت من المانجا. انا مش جبت بس يا ولد. الناس يا فندم انا ويشرب من المانجا. يا فندم عدي ولا عايز يشرب مانجا هيخش المطبخ يشرب الجيركن ده صاحب مطبخ ده يا فندم. ده في ثلاجه جوه مكتوب عليها عدوي وبس. اه والله. انت بتدافع عنه ليه؟ اكيد شربت معاه من نفس الكوبايه. ليه يا فندم؟ هي كوبايه فرحنا ومع ذلك همشي مع حضرتك. تتخيلي يا فندم؟ بص حضرتك اوتيل ريزورت كل الصرف ده اوض فيها تلفزيونات اتش دي 42 بوصه تحفه سمارت. وبعد كل الصف ده يا فندم مش هيبقى عندنا غير كوبايه واحده بتلف عليها هنا نخمس فيها. اكيد لا يا فندم. اكيد لا. مظبوط عندك حق. اه لا انتوا عايزين تعدوني. حضرتك حاطط يا فندم حاجه ريحه شجري صح؟ انا عندي حساسيه من الشجري صح؟ شجري ابعد بقى لو سمحت لورا شويه كده عشان الزبون دايما على حق. اصل انا عندي حساسيه من خلاص. انا مش عايزه المانجا. شيل المانجا. ماشي حق. شيل المانجا. الوزه رايح فين؟ في ايه؟ في ايه؟ وانا قلت زبون عليا. على حق يا سيدي. يبقى تسمع كلام الهان. ماشي هان. هتشربي حاجه تانية ولا عايزه ايه؟ ايوه. ايه؟ هات لي كان مقفوله. اوكي؟ كان مقفول. الوزه. ثانيه واحده. مش ممكن. انا عايزه الكان مغسوله من فوق كويس وفي الطروف ها عشان بيبقى في حاجات مش نظيفه. وتجيب لي بقى الكوبايه نظيفه مش مبصمه. بص مسك الكوبايه ازاي بيصوفه. اتس ديسكاستنج. يا قليل الادب يا ديسكاستنج. ايه ديسكاستنج دي؟ اختاروني غلط يعني. اسكت خالص. الزبون على ايه؟ على حق. بص يا فندم ما تضايقيش نفسك. انا هعمل لك تعقيمه على ابوه. شكرا. العفو يا فندم. عم ابراهيم الجنايني اللي بيرش الناموس ساعه المغربيه عنده فنطاس مازوت. هتجيب الكاس تحطه في الفنطاس تولع في الكاس وفي المازوت وفي كل حاجه موجوده وتجيبه للهانم. برافو. ده احنا هنشوف ايام بيضة. طبعا انا اشرب مطرح ده يا فندم. انا اشرب مطرح ده يا فندم. بحالك بسلم عليه بستحمى. خلاص يمشي بقى. انت لسه واقف. انصرف. امشي يلا. امشي يلا. شكرا يا فندم. العفو. طمن سعيد يا فندم. لا دي شجري. والله شجري يا صديقي. خلاص بعد اذنك. والله والله لا لا بعيد بقى لو سمحت. ايه ده الاوتيل الغريب ده؟ والله يا هانم انا بحسدك على صبرك في معامله الانسه الاسود. بنتي الوحيده بقى هي طيبه قوي لولا حته الوسوسه دي اللي عندها معكنين عليها ومعكنين علينا عيشتنا كلنا. يمكن باباها كده. ابدا الله يرحمه كان سايبها على الله. ايه ده زوجك متوفي؟ اقصد بقاء الله يعني. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. هو متوفي بقاله 5 سنين. تخيل نسمة كانت فاكرة إن هو مسافر وإحنا مخبينه عنها. خبوه أكتر من كده إيه ده؟ كده استخبى خالص. افتكرته هربان من وسوستها. ما يمكن تكون شافت حاجة عقدتها وخليتها تشك في كل اللي حواليها. أبداً والله هي من يوم ما اتولدت كده. تخيل في المستشفى لما ولدتها قعدت تعيط ومرضتش أبداً تتحط في أوضة البيبيهات. يا سبحان الله يا سبحان الله. ولا يوم صباح فضلت تصرخ وتعيط افتكرت ان الغربان مش نظيف. الله يكون في عونك. بصراحه اللي زي بنتك دي ملهاش غير حل واحد. الحقني بيه. الجواز. ومين بس هيرضى بيها؟ لا انا عندي عريس لقطه بياخدها بشنطه هدومها ده عشان خاطر حضرتك مامتها ولاجل الورد تنسي ايه اسمها. فارس ممكن تقول لي يعني انت ليه عايز تتجوزني؟ صراحة ما فيش غيرك في الاوتيل. نعم. لا قصدي يعني اول ما شفتك قلت ايه القمر اللي داخل عليا ده واعجبت بيكي جدا. بصراحة انا بموت كمان في البلوندايه. ميرسي والله. ثانك يو. بس يعني ايه اللي خليك تتجوز واحده انت اصلا ما تعرفش عنها اي حاجه خالص؟ بصي اقول لك الحقيقه ولا اكذب عليكي؟ لا تقول الحقيقه عشان انت لو كذبت انا هفقسك. لا 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 لعلمك انا حويت قوي. انا ما فيش حد يقدر يعرف مني اي حاجه. قول بقى وخلاص. هقول لك الحقيقه. أنا جدي الله يرحمه هيحرمني من تلت الميراث لو ما اتجوزتش. أوكي، الميراث ده يطلع كام يعني؟ 30 مليون جنيه. وجدك يعمل فيك كده ليه؟ ده إيه الرخامة دي؟ هو فعلاً كان رخم بس كان طيب قوي بصراحة. هو أصله كان عايزنا نتجوز بالعافية يعني. وأنت ليه بقى ما تتجوزش من نفسك يعني؟ أصل بصراحة بقى الستات دول حاجة بصراحة يعني ما كنتش بحب الستات وحاجة مقرفة بصراحة. إيه إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لغاية ما شفتك، أول ما شفتك بصراحة اقتنعت على طول.
انت عايز تقول ان انت ما كنتش لاقي ولا واحده تقتنع بيك؟ نعم يا اختي. ليه كده؟ يمكن يكون فيك عيب مثلا وانت مش عايز تقول. لا 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 لا, لا انا ما اسمحلكيش. بقول لك ايه, انا جامد قوي, مش مصدقاني اسالي عدوي. لا اسال عدوي ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ممكن يكون عندك عيب خلقي مش خلقي. يعني ايه؟ ما هدي انيل. يعني ايه خلقي؟ يعني اخلاقي, يعني مثلا مغرور, غيور, بخيل, نسوانجي, كذاب, نيئه, موسوس. موسوس؟ ايوه. ده اللي هو انا. ايوه انا اللي موسوس. فرس والله فله فله فله, بتقص ضوافرك. ابتديت احبك, افتح لي قلبك, احنا خلاص هنتجوز صح؟ صح مظبوط. الفلوس اللي جدك هيورثها لك دي بقى جايبها منين؟ السياحه, من شغله في السياحه. سياحه قله تجيب 30 مليون جنيه وانا هبله؟ عادي يعني, ايه المشكله؟ قول لي بصراحه, غسيل اموال؟ نعم. لا طبعا. طب خلاص خلاص بالراحه, ما تتضايقش. مخدرات؟ بقول لك ايه, تجاره الرقيق الابيض؟ بقول لك ايه, تجاره السلاح؟ انا ما اسمحلكيش, انا جدي كان شريف جدا. انت قول بقى كده بقى عشان تستحلي الفلوس اللي انت هتورثها من جدك. لا لا لا, ده انت تريح ضميرك يعني. والله العظيم انت مش طبيعيه. على فكره بقى كان واقع فيها دبان. ايه القرف ده؟ على فكره انت كداب. نسمه دي لو اخر بنت في العالم مش هتجوزها. عين مامتها زي العسل. هو انا هتجوزها هي ولا هتجوز مامتها؟ دي هتبقى حماتك. مش هيحصل. ايه دي زي القمر, والحمد لله جوزها ميت. هي كانت متجوزه؟ اه طبعا. ما خليف نسمه ازاي يعني؟ يا عم انا بتكلم عن نسمه. وانا بتكلم عن مامتها. جرايه متر, انا شايفك كده انت اللي عايز تتجوز المره دي. والله يا ريت يا فارس, انا بس مش هتجوز غير لما اطمن عليك انت الاول. وانا مش هتجوز غصب عنك. ما تقلقش, انا اتفقت مع الدكتور امجد انه يعالجها من الوسوسه. برضه مش هتجوز. هتخسر ميراثك يا فارس. مش مهم اخسر ميراث, طز في الميراث. انا هطور الاوتيل واعتمد على نفسي. ازيك يا مستر فارس, يا رب تكون حضرتك بخير. اهلا ادهم. بس يعني انا عايزك تمسك نفسك. اصل الدنيا مش مستاهله. حضرتك هتاخد مني حاجه؟ لا. حضرتك هتاخد مني حاجه؟ ابدا. انا هاخد مني حاجه؟ مش حد هاخد مني حاجه فن. يعني اكذب عليك واقول لك فنروح هناك فاقول لك فطلع مني على ايه؟ الموضوع بسيط, هو مفيش هايبرد لغى الحجز بتاع ال 15 اوضه بتاع بكره, بقينا على باب الله. فحضرتك يا تتجوز يا تتجوز, عشان مش كل اقول للمحاسب عايز اقبض يقول لي لما مستر فارس يتجوز وحضرتك ما بتتجوزش. فنتجوز بقى, نتجوز. اوكي اهو اتفضل. ادهم قال لك السياحه مضروبه والاوتيل بيخسر. حصل. يعني ما قدرناش غير ان احنا نتجوز نسمه وتستحمل شويه الوسواس دول. اتفضل خاتم الجواز. ها ايه رايك؟ الله يجنن, يسلم ذوقك, حلو قوي قوي قوي. استني بس يا مامي, هو انت ليه ما خدتنيش معاك وانت بتشتري الخاتم؟ انا قلت بقى اعملها لك مفاجاه. مفاجاه؟ هو يعني الماس حر؟ بتهزر معاك, بتضحك. ايوه الماس حر. امال ايه, الماس محبوس؟ يعني ده انت جبته لي مخصوص ولا كان بقى بتاع خطيبتك اللي قبل كده؟ جايبه لك مخصوص يا نسمه. متاكد؟ تحب اجيب لك الفاتوره؟ قالوا للحرامي يحلف. حرامي؟ ده انت زودتيها قوي. سامع يا ماما؟ لا ما تقصدش, بتضحك معاك, بتهزر, خطيبتك بقى وبتتدلع. يا مامي ليه بتقرصيني؟ الله, على فكره سهله قوي 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 تجيب فاتوره مضروبه. لا ده كده كتير. بقول لك ايه, انت زودتيها قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فارس 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 اهدأ يا رجل, حد يكلم خطيبته كده؟ امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ وانت مالك انت؟ مالي؟ هسكت عن الحق؟ ايوه ينفع يسكت عن الحق؟ يعني انت بتزعلي كده وانا خطيبتك؟ امال لما تتجوزني هتعمل فيا ايه؟ انا مش فاهم, انت رامي ودنك معانا ليه؟ لا هذه ودني وانا حر فيها, ارميها في اي مكان. وانا بقى الاوتيل ده بتاعي, محدش يرمي ودنه في الاوتيل ده. لا سيدي انا لما ارميها في اي مكان, انا حطيتها في مكان وكنت ناوي اخدها تاني. اين ودني؟ اعطيني ودني اذا كانت معك. يا عم مش قصدي, انت ليه بتلمع اوكر؟ لا انا لا ألمع اوكر, هل انا جزمجي؟ مش قصدي, انت بتصنط علينا ليه؟ لا لا سيدي هذه اكاذيب, انا لا اتصنط في الخلاء, انا اتصنط في الحمام. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز ودني, اعطيني ودني اذا عايز ودنك. ثانيه واحده, خد ودنك. عين ايه ده؟ سلامتك. مالك انت كويس؟ لا كويس؟ لا لست كويسا, قلبي ماله؟ قلبي متعلق بيكي, قلبي سهران يناديكي. هذه ليست بشر, هذه ملائكة. يا بيهرج يا مامي, يلا يلا بينا. مامي مامي لا تمشي يا فارس. بس مامي بقى مامي يا فارس. مامي فارس. قلبي. ما تقلقش يا باشا, الواد شكله هيتجوز البت وهياخد الميراث, وانا على قلبه لحد ما ياخد الميراث عشان ناخد فلوسنا. يا رب يا ساتر. مع السلامه انت يا باشا, عشان تقريبا واحد بيتنحنح داخل الحمام. انا عايز اسال سؤال, انتوا ازاي تخشوا على الناس الشرفاء هكذا؟ ما انا معايا كارت الاسبير وخلاص بقى, احنا بقينا اهل. ماذا تريد؟
هتوحشنا والله يا مستر شونج. انا لماذا؟ ما انت هتسيب الاوتيل دلوقتي. من قال هذا الخبر الاسود؟ من غير ما تقول، احنا نقفل الاوتيل كله للتجديد، من الاخر كده مغلق للتحصينات. اسمها مغلق للتحصينات يا مغفل. بالنسبه لك انت تحصينات، انت لازم تسيب الاوتيل فورا. انا اسيب الاوتيل؟ الى اين اذهب؟ اذهب الى بلدك. عجيب امركم ايها المصريون، انتم تتلككون لي كي اطفش من الفندق، اليس كذلك؟ تعرفت منين؟ وانا لن اطفش من الفندق. بطني تتفرتك. مالك يا مستر شونج؟ مستر شونج؟ ما تجيبلناش مصيبه هنا، بوس ايدك يا مستر شونج. الله، طريقه جميله يا فندم تعبر بيها عن اوجاعك. بص انا عايزك تهدى خالص وتحكي لي عن مشاكلك في الطفوله. سيدي انا لم يكن لي طفوله، انا ولدت كبيرا. تحكي لي عن مشاكلك الرومانسيه اثناء الشباب. ما هذا؟ انا لم اطلب دكتورا نفسانيا، انا بطني تتمزق، من الواضح اني صممت في هذا الفندق. جيت لي في ملعبي يا فندم. ايد حضرتك. ها ماذا تفعل يا سيدي؟ اترسم لي منكيرا؟ يا فندم بعمل كمادات لحضرتك عشان تهدى، على فكره الجسم كله موصل لبعضه كده. انا فهمت الفوله، انت لست دكتورا، انت فنطاس ميه. ما اسمحلكش. خزان ميه. ما اسمحلكش. كل من ما تخلينيش اصرف وشك. سيدي انت تسرب من بدري. بقولك ايه، انا عينيا ما راحتش في كليه الطب عشان واحد زيك يجي يغلط فيا، حتى لو صيني. ولا انت شكلك غريب يلا. تركتك كده غريبه، وشك عربي على شعر هندي على لبس صيني. انت مش صيني يا قط. انتم قتلتموني في هذا الفندق، وسأبلغ عنكم البوليس. أنا ما عملتلكش حاجة. أنت لست دكتوراً، أنت ساعي بريد. يا عدوي. بسم الله ما شاء الله فارس، البدلة هتاكل منك حتة، قصة الشنطة دي شغل جامد. يا عم لو نسمة شافتها هتقول لي كنت لابسها لمين قبل كده. حرام عليك بقى ما تظلمهاش، البنت ربنا هداها وأمها معقلاها. هو المأذون فين يا جماعة؟ فارس نسمة أمرت إن هو يستحمى بالكلور قبل كده، هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ كلور؟ ده كده يا ابني هيبوش ويبيض. خلاص مش وقت، بس جاي جاي. اللهم صل على النبي. اوبا. هلو ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ مبروك يا عرسان يا احلى عرسان. حبيبتي 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 ياتي ياتي ياتي. ايه القمر ده؟ انت مستحميه بكلور زي المأذون؟ اكيد المأذون، بس انت شفت ايده؟ مالها؟ بص فاهمك حاجه، شايف فاكر لما قلت لك ايدك الله حلوه ومقصوصه ومدوره؟ ايده مقرقضه بياكلها زي الفرين. وبعدين انا وانت هنحط ايدينا في ايدين بعض، والمأذون هيحط ايده، ينفع ايده تبقى مش نظيفه؟ لا لا بسم الله ما شاء الله عقل قوي. صح حبيبتي. ايش يا فندم؟ كل حاجه تحت السيطره، في حضرتك معاكي اتنين شهود، انا ومستر غلاب، انا شاهد اول، مستر غلاب شاهد تاني. ايه ده؟ ايه يا ادهم؟ انا شاهد اول عيب. مستر غلاب ما تصغرش نفوخك بقى، حضرتك كل مره بتبقى شاهد اول، الجوازه ما بتتمش، سيبنا جرب. لا اذا كان كده انا عايز الجوازه تتم، اتفضل. ويا فندم انا بطاقتي موجوده اهي يا فندم، اتفضلي حضرتك. برافو عليك، بقيت عارفني. ايوه. ايه ده بس انا شاكه انها مزوره، هي دي حقيقيه؟ عامل حساب يا فندم، حضرتك دي شهاده ميلادي فيها اسمي، اسم اللي جابوني وعليها ختم النسر. برافو. برافو الاثنين متطابقين. برافو برافو يا فندم جدا، ما الجوازه دي هتتم يعني هتتم ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك. استنى وريها ايديك اهو. اه بصي بصي بصي. برافو برافو. كلور وريك ومديها مديها. برافو عليك. سو براود. ثانك يو. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن باشا واضح ان انا جيت في مناسبه ساره. ساره جدا يا فندم، مبروك. انا جات لي اخبارين ان في سايح هنا حد اعتدى عليه وجات له ازمه قلبيه. ايوه يا فندم انا ما سبتوش، دخلت عليه فورا، مسكت رجله قعدت ادعك فيها ادعك فيها ادعك فيها، خليتها زي القشطه. طب تعمل له مذاكير ومناكير يا فندم. يا فندم دي اسعافات اوليه. ده في الدقهليه. ادهم. نعم يا فندم. تعرف ايه عن الراجل ده؟ في الدقهليه. ايه غربيه؟ اسمع ليا، شوف حضرتك المحافظه اللي انت عايزها وانا حمضي. اه مستر غلاب. يا فندم تعرف ايه عن الراجل ده؟ الله يبارك فيك يا فندم، ميرسي جدا. سعيد يا بيلمن. ايوه حسن باشا. يا ترى وصلت الراجل ده اوضته؟ انا لا شفته ولا اعرفه ولا عمري وصلته يا باشا، انا استقلت من يومين، انا جاي ابارك وهني، ربنا يتم بخير يا مستر فارس.
حبيبي الله يبارك فيك. الله يخليك. خلاص سعيده صح. يلا بقى ما اشوفش خليتك تاني. ربنا يتمم بخير. السلام عليكم. لو سمحت لو سمحت. ايه؟ حضرتك ما سالتنيش. شوف يا ابني انت حتى لو تعرف حاجه انا مش عايز اعرفها منك. انا ما اعرفش بس اسالني بقى. هأيدها ضد مجهول، مالكش دعوه. طيب يا جماعه انا اسف جدا ان انا عطلتكم. انجوي اللي تعملوه ويلكم تو غردقه. ثانك يو. بعد اذن حضرتك. ايه؟ مستر فارس. انا نسمة. نسمة. يا فندم دي خطيبتي. على فكره هي موسوسه شويه، شك ان انت ظابط اصلا. افندم انا متاكد هي اللي شك. انا مش شك على فكره، انا بنده لحضرتك عشان اسال حضرتك اسمك ايه، عشان وانا بكلمك اعرف انا بوجه كلامي لمين. حسن الظابط. حسن زي شاطر حسن. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء على الراجل الصيني. نسمة كفايه اسكتي، هيعدي الليله بقى، ما يصحش اللي بتعمليه ده. في ماما بتكلميني كده ليه قدام الضابط يا ماما؟ كفايه. I'm not gonna shut up. I saw I saw what happened. She nearly killed the man. Mom enough don't talk to me like this in front of people. You know the man is gonna die. I have to كفايه. stop it. مني يا مامي. ما بس بقى يا ستات خلينا نفهم بقى هي بتقول ايه. شكرا كابتني على طول مش بتخليني اقول اللي انا عايزاه. اكتر من كده عايزه ايه تاني؟ وبعدين ما بقول لك ايه يا فندم. قولي عينيكي كلها حزن، اتكلمي، القانون يحميك. شكرا. انا شفت جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. لا هقول يا مامي. قولي كل اللي عندك. اوكي دي جريمه مكتمله الاركان. مكتمله الاركان؟ ايوه. انا عارفه بالظبط مين اللي قام بالاعتداء الجسدي على الراجل الصيني. معلش ممكن توضحي؟ ايوه يعني ضربه في قلبه بالبوكس كده. ضربه في قلبه؟ ايوه. لا قانون يحميك، انا في ظهرك. شكرا. قولي يا نسمة. هو ده مستر غلاب؟ ايه ده؟ لا مش انا. لا مش ده، فارس. اتفضلي. الشاي. ايه ده ايه ده؟ شكله مشروب منه كده ومدلدق من كل حته، شيله لو سمحت. مش عاجبك ما تشربيهوش، والزبون على باطل. حلو كده؟ ايه اللي حلو كده؟ ايه ده ايه ده؟ استنى انا بكلمك. هو مالو بيكلمني كده ليه؟ عشان سجنتي المدير بتاعهم. مالي هو اللي سجن نفسه؟ في حد في الدنيا يبلغ البوليس عن خطيبه؟ الحمد لله. الحمد لله اني اكتشفته قبل ما اتجوزه. ربنا ينتقم مني. فارس خد 4 أيام ازمه التحقيق. طب ما هو ده العادي على فكره. انت معجونه من ميه ايه؟ انت عارفه ان وسوستك دي هتضيع مستقبله؟ قريب قوي هتشكريني عشان انا رحمتكم منه. قريب قوي براءته هتبان. على فكره فارس عمره ما يكون قتل. لا يمكن. في جريمه قتل؟ مفيش جريمه قتل اصلا. انت جننتيني. يا مالها محموقه كده ليه؟ ايه ايه الشخصيه الغريبه دي؟ عرفت من المحامي انها بتحبه يا خايبه. اصلا كنت شاكه فيها من الاول. شيخه انت شاكه في كل حاجه اصلا. ايه يا مامي في ايه؟ انت كمان مالك محموقه كده ليه؟ مش فاهمه هما متضايقين مني ليه، انا اصلا ما عملتش حاجه. ادهم. نعم. نعم اسمها افندم حضرتك. افندم حضرتك. عايز اعمل تشيك اوت. لما اخلص اللي في ايدي افندم حضرتك. ايه الطريقه دي دلوقتي؟ حاضر. انت عملتي عمتك وهربانه. حسبي الله. حسبي الله؟ وانت بتحاسبن عليا ولا ايه؟ لا يا فندم انا بحاسبن على واحد صاحبي اسمه فخري. اصل فخري ده ظالم ومفتري وبيرمي بلاء على الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخري. فيك انت وفخري ان شاء الله. بجد يا فندم كانت اقامه سعيده ونورتينا، واحنا يعني بنعيط ان حضرتك ماشيه والله. اتفضلي يا فندم حضرتك، ادي حساب الاوضه اللي بندفعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا مامي انا بابخي توسي شوز لا؟ ايه ده؟ ايه؟ سوري انت مش بتعرف فرنسي. انت قول انجلش اول ذا تايم. الحاجات دي كومبليمون المفروض تبقى على حساب مستر فارس، احنا ما خدناهاش. سي با بري. مستر فارس حضرتك سجنتيه، يعني انت اللي تدفعي. مش انا اللي سجنته على فكره، الضابط اللي سجنه. وبعدين هنا في 8 مانجا، انا مش بشرب مانجا. انت هتدفعي المانجا؟ انا هتدفعي المانجا. لا مش هدفع المانجا، لان انت كنت واقف لما طلبت المانجا واسمه ايه ده كان بيشرب منها ورجعناها وخدنا كام. بصي بقى تبطلي شك وتدفعي بقى كام، والله العظيم هحبسك. انا عامل احترام للهانم. يا بقى كفايه بقى. انت ايه مش بتهدي؟ خد يا ابني خد الحساب الكريدت كارد اهو. شيل المانجا من حسابه وما تدفعش حاجه. ماما لما تتكلم الصغيرين يسكتوا. كفايه بوظت لنا الاجازه، عايزه ايه تاني؟ ايه ده؟ ما
فرج ده ولا ايه؟ لا النيابه افرجت عني قالوا انه بلغ كايدي. الحمد لله على سلامتك. شكرا. الحمد لله على السلامه. على فكره مش انا اللي سجنتك، الضابط هو اللي سجنك، لان هو لما سالني ايه اللي حصل كان لازم ارد بكل صراحه واقول ايه اللي حصل بالظبط. نعم يا اختي. اهم حاجه الصراحه يا مستر فارس، وبعد اذنك طبعا انا عايز اقول الصراحه، الورقه اللي حضرتك مسكتيها بعديه انا كنت طبعا ماسكها بايدي، وللصراحه انا ما غسلتش ايدي، كنت واكل فسيخ ورنجه. القرف ده. ايه ده ادهم، انت اديتها الورقه اللي كانت معايا في الحمام؟ الحمام؟ ايه ده مستر فارس، ده في براغيث من الحجز باين. لا 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 نورتونا. سيبك انت متبهدل مش متبهدل، الشيك شيك طبعا. ادهم يبقى روح للدكتور عيون.